السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة الإبداع والتميز، دائما قناتكم أبدع واستمتع. وفيديو جديد النهاردة، الفيديو مفيد لناس كتيرة جدا، وهو إزاي أنزل الأندرويد على الكمبيوتر، نظام أندرويد كامل هنزله مع بعض على الكمبيوتر من خلال محاكي الأندرويد، أندرويد ستوديو. طبعا برنامج الاندرويد ستوديو من البرامج الرائعة الكبيرة جدا اللي بتستخدم في صنع الالعاب والبرامج للاندرويد، وكمان هنستخدمه النهاردة استخدام خاص جدا، وهو استخدمه كمحاكي لجهاز الاندرويد بشكل كامل على الكمبيوتر بتاعي. هنخش نشوف ازاي انزل الاندرويد ستوديو. هنعمل سيرش على جوجل اندرويد ستوديو، هنلاقيه في اول نتيجة في البحث، هنضغط على الرابط، هنخش على صفحة التحميل، هنقوم بتحميل الرابط والموافقة على الشروط، أهو جاري التحميل. بعد التحميل هنقوم بعمل السيت اب أو الانستوليشن للبرنامج، بسيطة جدا. هنعمل نيكست نيكست، تختار المكان اللي هتنزل فيه البرنامج، وبعدين نيكست، وبعدين ستارت اندرويد عشان يبدأ معانا البرنامج، ونختار الخيار الاخير وبعدين اوكي. يفتح معانا الاندرويد ستوديو. هنا هو بيقول لك عايز تبعت فيدباك للجوجل او لا، عادي ممكن نخليها اوكي. جاري تحميل البرنامج، بعدين نيكست، ثم نيكست، وبعدين هنا هو باقي الخيارات، وبعدين فينيش. تمام، ما زال التحميل، باقي المكونات الخاصة بالبرنامج، لأنه طبعا برنامج من البرامج الكبيرة جدا جدا اللي بيستخدموه المطورين في صنع الألعاب والبرامج بتاعة الأندرويد. بعد التحميل هندوس فينيش، وهنا بقى يجي لنا خيار من الخيارات المهمة جدا، ان انت تخش على كونفيجر ونختار الـ AVD. طبعا ما تنسوش ان ده اهم خيار عندنا، هو الـ AVD، يعني انا عايز فيرتشوال ماشين او فيرتشوال ديفايس للموبايل، يعني يكون عندي برنامج اندرويد كامل اشغله على الكمبيوتر بتاعي. اما باقي الخيارات متعلقة بتطوير البرامج والالعاب، وده مش هنحتاجها النهاردة. بنختار بقى من قائمة البرامج اللي عندنا، يعني ممكن تختار مثلا الاندرويد بتاع البيكسل 3 اكس ال او بيكسل 3 عادي او اي نوع من انواع التلفونات اللي موجودة. طبعا هنا هنزل الاندرويد احدث نسخة من الاندرويد، تمام، على نختار مثلا البيكسل 3 ونقول اوكي اهو، بعدين نيكست. تمام، اهو بيعمل لك بقى هنا هو الداونلود للايمج بتاعت الاندرويد، ونعمل اكسبت وبعدين نيكست. هنا هو بتنزل بقى الايمج او الصورة لملف الاندرويد كامل، تمام، يعني هيبقى عندنا اوبريتنج سيستم كامل للاندرويد، هينزل على المحاكي بتاع التليفون اللي انا بسطبه دلوقتي اهو، نيكست. بعدين هنا بيقول لك اختار شكل التليفون، عايزه بورتريت او لاندسكيب، بالعرض او بالطول، ونخليها اوتو احسن، والجرافيك اوتو، وبعدين فينيش. تمام، ادي خلاص الجهاز عندي، بدوس على علامة بلاي، بيفتح لي موبايل كامل، تمام، موجود عليه نظام اندرويد كامل على الكمبيوتر بتاعي. تقدر ان هو تشوف الاعدادات، تمام، اهو زي ما انتم شايفين سيستم موبايل كامل بكل الاعدادات، حتى نقدر نشوف السيستم ابديت كمان، وتقدر تعمل ابديت للاندرويد بتاعك، تمام، تشوف باقي الاعدادات الكاملة بتاعت الهاتف بتاعك. طبعا هتعمل سيت اب كامل للاعدادات كما لو انك عندك تليفون جديد لسه بتعمل له سيت اب اهو. تقدر تخش وتشوف كل اعداداته، تمام، ادي هو بيقول لك هتعمل سيت اب لباقي اعدادات الاندرويد بتاعتك. طبعا زي ما شايفين سيستم اندرويد كامل جديد نزل على التليفون، وبيسألك الأسئلة العادية، يعني وإن أنت تحط ساين إن للجوجل بتاعك، الأكونت بتاع الجوجل، وتعمل أجري للكونديشن، الشروط بتاعة جوجل، ولو عايز تعمل باك أب كمان لكل ملفاتك، وهنا لو عايز تعمل بين كود للتليفون، ولو عايز تعمل بصمة. طبعا احنا مش هنستخدم البصمة في شيء دلوقتي،
ونعمل سكيب للسنسور وباقي الخيارات. اهو زي ما انتم شايفين بيتم اعداد الجهاز بشكل كامل للاستخدام كما لو انك ماسك تليفون في ايدك اهو. ونكمل باقي الاعدادات اهو. خلاص خلصت الاعدادات كاملة. دلوقتي عندي زي ما انتم شايفين تليفون كامل عليه احدث نسخة من نسخ الاندرويد، وتقدر تشوف عليه كمان فيديوهات وتشغل عليه برامج والعاب وكل امكانيات جوجل، سواء جوجل ماب او غيرها من البرامج. تمام، يعني الموضوع اصبح دلوقتي قدامك اوبريتنج سيستم كامل للاندرويد باحدث نسخه. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهارده، وياريت ما تبخلوش على قناتكم قناه الابداع والتميز. ابدع واستمتع بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله.